واقفين كاملين بكبيرهم بصغيرهم ننعلهم، راهم اللي مبركين شوفوهم، راهم ذو صحيح البلديات كاملين فيهم. يا قذاك ما يقلع ما هو صحيح بالتضحية أنا ولا يقلع ما هو بالعطاء. ونحن كيف نقولوا الاحتلال يا القباح، نقولوا الاحتلال عن نحن فداء من اجل كرامته للصحر، هذا قايلينها نحن، ونقولوا لهم كل الوطن والشهاده، هذه هي هذا رسالتنا البث للاحتلال. المباشر تحدي القوات مخينزو وأذنابها. العلم الوطني الصحراوي يرفرف في منزل كل الصحراويين، منزل الخية اللي يتحدى مخينزو وأذنابه. هذه رسالة للعالم، سلطانة خية تتحدى كل جبروت مخينزو. خلصوهم كي القلودة، خلصوا حق خلصوا الفيران. شوفوا يعني الأطفال كيفاش واصلي يخرصوا واصلي العلم سلطانة. الوطني، وكيف الناس يعني شوفوه. هذا هو اللي نقول الاحتلال المغربي عنه، العاد ينهزموا، الانهزام هم المنهزمين ما هم نحن اليوم. نحن اليوم بين اللي على حق، قضيتنا على حق، ونحن على حق يا الطفاح، وقطعا عن حدنا يقول عنه. اليوم ما هم الحشمانين وهم المدمتسين، ما هم نحن حامدين مولانا، نحن رافعين روسنا في السماء صحيح بعالمنا الوطني اللي مدًا صحيح خلقت من السارقه، مدًا من عند شو الطريقه اللي يسرقوا بيها. حرموا الصحراويين قال ما يقدروا يحرموهم اليوم من العلم الوطني اللي يظل، وانا عساسه هون حذا نمشي معاه انا ونموت معاه. هذا هو كلامنا. الاحتلال المغربي اللي يعني هو رعاهم، شوف رعاهم لا شوفوا هذا يتوطى الذئاب، وجه خالد، شوفوا هذا هذا النوع الذئاب من اللي الصحراء. مركعتهم هذه المرأة وكل العائلة وكل الصحراويين. الرجاء من الجميع على أن يشارك هذا البث المباشر للعالم هو الكامل مركعتهم باش الملح يشوفوا. في الصحراويه، لا يقول لك انا مركعتهم الملح في الصحراويه، منين يشوفوها؟ اول شيء يقوموا قايسينها نافذين، عاد قذيفه من قذائف مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي. الملح عاد قذيفه على الاحتلال المغربي، راهم اللي يرفضوا الديار، مقفلينهم فيهم صحيح العلايات لابسات الملاحم، مقفلين على العلايات، مقفلين الشوارع. ده الى انت الى انت كشت حقيقتهم وكشف كذايبهم. والصحراويات ما تلاو راضيات بالإهانة، والصحراويين ما تلاو راضيين بالإهانة، وقطعا عنا في دام من أجل تحرير الوطن. قايلتها لهم صحيح وكررها لهم ونعدها لهم عن هذا العلم صحيح الوطني والكم من عين الله. هو يعدلوا كذا، يعدلوا يحسوا رغم هذا يحسوا الحصار كامل معهم المضروب مبركين تحت على الحيوط. عائلته الخية، يتحداهم مخينزو ويرفعوا العلم الوطني الفوق. سلطانة قال العلم الوطني، حتى سلطانة العالم كله، عزيمتها عزيمة كل الصحراويين اللي حتى عندهم ذاك هو اللي مواصلين نهزله، إلى أن نطردوا مخينزو ذاك هو ونطردوا اللي أذنابه قايلينه، معاه. ذاك هو رسالتنا للاحتلال المغربي عن احنا المعركة متواصلة. لا يقولوا عنها لا ذكرت اعلان الجمهورية ويحرموا ابدا، المعركة متواصلة الى ان يعودوا الصحراويات كاملة يرفضوا اعلام الوطني على ديارهم وفي الشوارع وكلها ماشية. هي هذا فداء احنا من اجل، فداء من اجل وحماية مدنية لا شيء رقما انهم الى ان يعودوا الصحراويات صاحب حق يعدلوا كيف اللي ما بغاو ويقولوا ما بغاو. هي اللي هي لما جات حماية مدنية حتى كاملين معدل وتو نقطع قطش شطش. هذا هو حماية مدنية اللي الصحراويين اللي يعملنا نمشي في دا من أجله، ويمشي الصحق حق غير شي حماية مدنية من الصليب الأحمر للصحراويين، إن كل اللي أراد الله يعبر عن الموقف ويظهر الاحتلال. هو ظهر له من يوم استعلاء الله، وظهر له من يوم لحصارة 103 أيام، ظهرت له في الصحراويات مجيهم كيفاش، وظهرت له للدار شكون يشرب وياكل الا شي جايبات الصحراويات، وظهرت له اللي يكب لبانهم وما هم شتوا في المبديات، وظهرت له عند الدار راهم ما ياكلوا مع الصحراويات والصحراويين. الا الصايمر قولوا من هون باش يعرفوا عند المنزل، عاد ينقال له منزل الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، ومنزل كل صحراوي وكل كرامه صحراوي. هذا المنزل وذا العلم الوطني، هذا هو اللي نقوله الاحتلال المغربي، وهذه هي رسالتنا له. والمعركه متواصله، ماذا قدها المعركه لما حرر الوطن؟ احنا ما لنا نقعد ولا لنا نستراح ابدا.
هذا هو القايل انا الاحتلال وفعلا المغربي. فعلا الأخت سلطانة على كيف قالت المرأة الصحراوية على شعب الصحراء ما قد طرق مبروك على بسالة مبروق على تعليات بساله تعليات عليات حق الرجالة عليات حق رجالة الرجاله رجاله حق فعلا بعض. هذا هو راهو فعلا دليل هذا. الموسيقى مقديه لهم كانت على الجهد، على الجهد باش هم اللي يعرفوا عنا، رانا نحن اللي متصرين ونحن اللي صح حق محرمين، والنهار نهارنا ولادها الله ما خالق ما هو التضحيه. والمزيد المزيد نقول للشعب الصحراوي المزيد المزيد من التضحيه، المزيد من الصحاب حق من عزة كرامتنا كاملين، نمرقوا ونعلقوا راياتنا ونعطوا المقاربة كيف اللي عدوا الصحراويات والصحراويين عنهم. راهم الاحتلال راهي لا قوة احتلال، راهي ماينة تخلعنا، راهي ماينة ترهبنا، راهي ماينة تطيح معنوياتنا. بالعكس الاحتلال نوقفوا 24 ساعة على 24 ساعة يا غير على بلقتنا وعلى فخرنا. ده هو نحن منين نشوفوه واقف، ده هو منين نعرفوا عن احنا منتصرين ونعرفوا عن القضيه، قضيه الشعب الصحراوي بينا على حق. احنا ما جينا لحد فلو، احنا في وطننا لا نموتوا في وطننا لا نعتقلوا في وطننا، لا كل شيء يعد لنا غير في وطننا وعلى وعاطينا لا الشهاده من اجل الكرامه وحدها. هذا هو شكرا لك سلطان، الرجاء من الجميع على انكم تشاركوا لا على هالقصة الصحية قاعدة في كل المجموعات وفي كل مكان. هذه رسالة الأخت والرفيقة سلطانة خير، هذه رسالة الشعب الصحراوي قاطبة، هذه رسالة وتحدي المخيزو على ما خالق ما هو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على ما خالق ما هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي. هذا قبال ينعت للعالم على ان هاي الجمهوريه لا رجعه فيها. سلطانه الى عاد وعري موجوده يعملها لا كلمه قصيره. هذه البطله الثانيه ما هي معايا برايك، انا متواجده هون ما هي معايا برايك ما انا الله. زين زين على كل حال تواجدك انت وتواجد الوعره هذا تواجد الصحراء كاملين، هذا التحدي معنا الاخوان اللي جايين فين المخيزو، هذا نعتز به ويلتنا كاملين نعود السلطانة ويلتنا كاملين نعود الوعرة ويلتنا كاملين نعود عائلتها الخير معناها عندنا يلت مخيزو يحس عنها الخير ما محدهم على الشعب الصحراوي تواجد كامل. حزمين برجال جميعا تحية لك كل الوطن والشهادة. أنا أعطي النقبال مخيزو، أنا أعطي مخيزو للناس يخلصوه، يخلصوها الجبناء، خلصوها الجبناء اللي حاصر النساء رغم ذا كامل تحداتهم عائلة الخير ورفعت العلم الوطني، رفعت العلم الوطني. أنا كل هاي الصورة اللي هو يقال للأسف عني ماني راني بالفوق شفت أمار شوفهم راهم لكم دوك هم هذيك الوتات كاملة وتاتهم وهم راهم مبركين تحت الصدر، شوفهم تحت الصدر شوفوهم شوفوهم ومبركين راهم هون تشوفوهم ليه أنا ماني شايف ومبركين هون وما خارجة بنايدة ما مبركين فيه. هذا هو الحال المحتل المغرب، هذا هو الحال غير بعد العالم الوطني خرسوس. شوفوا حق الا والله هذه رغم كل جبروت نحن شعب لا يموت، شعب لا يموت حق بعد كل الوطن. شكرا للاخت والرفيقه الشامخه سلطانه خيه اللي دائما صامده ودائما في الوقت المناسب والدفاع عن قضيتها الوطنيه رغم الحصار ورغم اي شيء، رغم حتى روحها اللي تهدد. سلطانه خيه صامده، وسلطانه خيه هي المراه الصحراويه الشامخه اللي صراحة ركعت مخينزو والوائرة اللي ركعت مخينزو وكل عائلة الخية وكل الشعب الصحراوي ينعت المخينزو عن احنا شعب من شعب عندنا قدرة عندنا إرادة لأن نتم ماصلين قضيتنا حتى النصر إن شاء الله. هذا هو الشعب الصحراوي ونبلغ هاي الرسالة لذناب مخينزو سابقوا لذناب مخيزو نبلغوه على مخيزو على ان لا انتم مواصلين وعلى ان قضيتنا عادله وعلى ان احنا شعب
سهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بالجميع.